هتكلم النهاردة عن الحبيبات المؤنسات الغاليات البناتيت. البنات اللي عايزة اقول لكم ان هم يعني مش البنات وسننها والله، يعني انا مش هتكلم كلام يزعل ولا اقول بنات وسننها، بس خلينا نتكلم على كذا نقطة كده، سواء انت بنت او لسه انت مخطوبة وبادية حاجة كده غلط بتحصل بتعرضك لمشكلة بعد كده في الزواج. تابعوا معي، هتكلم الاول السن الصغير في موضوع القدوة. لما تتلغى القدوة من حياتنا ايه اللي يحصل؟ نقتدي بالهيفين. عارفين انت بقى تصدير الهيافة، واحنا الارمي بتاع الفريق الفلاني، واحنا هنعمل عملية عشان معرفش عننا تبقى زي مين زي الفريق الفلاني، والفريق الفلاني علمنا. ما هو انا اما يوصل بنت اندر ايدج ويوصل البنات، انا طبعا كلامي مع البنات، اما يوصل بنت اندر ايدج ويقول لام ويقول لاب اللي ما انتش واخد بالك عيالك من قدوتهم الفريق المغني الفلاني والفريق المغني، وبعدين بقى الارمي بتاع الفريق ده اتخانق مع الارمي بتاع الفريق ده، يعني واحنا المدافعين ولا ايه ده، واحنا نعرف كل حاجه عن حياتهم، واحنا نعرف خطبوا مين وكلوا مين واكلتهم المفضله ولونهم المفضل. مفيش قدوات، مفيش قدوات، وعدم وجود القدوات هي دي اكبر مصيبه على فكره بنقابلها. لما نيجي نتكلم مع بنت اولى اعدادي تانية اعدادي وتقول لك لا ده انا حلم حياتي ان انا ابقى كده، طبعا بصوا خلينا متفقين ان كل مرحله من مراحل الحياه انت بيبقى ليكي امنيه مختلفه، هي مش عارفه عايزه اطلع ايه وانت في ابتدائي وبعدين في اعدادي لا الدنيا بتتغير، لكن انه يبقى كل يعني الستايل والستاندرد بتاعك بالفئه دي خطر. غياب القدوات، عشان كده احنا محتاجين نصنع قدوات في قلب وعقول اولادنا وبناتنا. من فضلكم اصنعوا القدوات، كلموهم عن 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 مش عايزه اقول تقول لك لا عصر الصحابه كان زمان، مين قال ان عصر الصحابه ده كان وقت والوقت دلوقتي لا مش كده، مين قال الكلام ده؟ كلموهم عن العظماء المية وقد ايه ان الواحد فعلا يعني لما بيحط في دماغه شيء معين هو بيعمله. اصنع قدوه لبنتي من نموذج حي موجود في 2021، شوفي مين من الناس انت عايزه حبه المجال الفلاني، شوفي مين قدوه في المجال الفلاني، شوف مين خلقه في المكان الفلاني، وناخد من كل حد الخير بتاعها. لكن بالوضع اللي احنا فيه ده كده كده الجيل ده راح، وكل هو يا جماعه يا اب ويا ام ويا كل المربين، هو المستهدف دلوقتي ان يبقى ناكل اولادنا ونشربهم ويبقى المدرسه الفلانيه والتعليم الفلاني؟ ولا يعنينا الكلام ده، الكلام ده ماهوش باقي. وخمس ست سبع سنين عيالك خلاص طلعوا دخلوا جامعه، انت مالكش سلطه عليهم، خلاص كل واحد اتبلور فكره، واحنا عملنا واحنا في غلط، انت ما عملت، انت مطالب شرعا ان انت كأب وانت كأم انك تغرزي في قلب اولادك معنى القياده الحقيقيه ومعنى القدوه الحسنه ومعنى الخلق الحسن والاخلاق الحسنه. لو غابت الاخلاق وغابت الحاجات دي في القلوب والعقول قول على الجيل ده يلا السلام. وده اللي بيحصل، البنت دلوقتي بتيجي تناقشك في عقيده وتيجي تناقشك هو ليه ربنا واستغفر الله كذا، وهي ليه الحياه ما درستش عقيده، هي درست عقيده ودرست ان الدار دي دار ابتلاء، ودرست ان الله سبحانه وتعالى احنا مختبرين في هذه الدنيا وفي هذه الحياه، وان الله سبحانه وتعالى منتظر يرى منا كذا، دي مش دي الجنه، انت هنا عليك دور وسعي، والله يجزيك بالدور وبالسعي وبالاخذ بالاسباب، لكن انت مختبر. هم مش عندهم كده، ليه وليه الامراض وليه ده يموت، فين عقيده؟ مفيش عقيده. وتيجي ترجع تقول الام مش عارفه ايه، انتبهوا كل واحدة تروح كده ترجع العيلة اللي عندها أندر إيجي كده تسألها انت في أنهي أرمي يا حبيبتي انت تبع أنهي أرمي يا حبيبتي انت تبع أنهي فريق يا ماما، إن شاء الله صلى الله العفو والعافية يا رب، وندعي لهم ادعوا لهم يا جماعة، والله ليس لها من دون الله كاشفة، ادعوا لهم بجد، وخصوصا في الوضع اللي احنا فيه، هم مش شايفين نماذج، والخطاب اللي بيوجه ليهم أو النماذج اللي موجودة مش بنفس لغتهم. يعني كنت مرة قاعدة، يعني معلش اعذروني، كنت قاعدة مرة في مجلس من المجالس كده، الخطاب اللي بيوجه بيعالج مشكلة، كلام كبير جدا، كلام تحفة جدا، بس فئة الشباب ما تفهمش اللغة دي، معلش هنعمل ايه؟ هم طلعونا بره اطار اللغة العربية والفهم الصحيح وبقت الكلام كلها، فانت لازم تتكلم بمصطلحاتهم وارفعهم يا سيدي لمستواك حبة بحبة. لكن علشان اقتحم عقل وقلب الطفل او الطفلة او البنت اللي 12 و13 سنة والولد اللي لازم انزل المستوى العقلي، خاطبوا الناس على قدر عقولهم، لكن اطلع بيهم في مهشفاه وبيقولوا ايه وايه الكلام ده، خلاص الحديث خلاص انا مش مستمتع، مش فاهمة، مش عايزة اكمل، وده غلط، فانتبهوا من فضلكم الحاجة زي كده. النقطة التانية اللي انا حابة اتكلم فيها البنات،
المقبلين على البنات المقبلين على الزواج في مرحلة خطوبة أو مرحلة عقد وخلاص بقى عندك حاجة بسيطة تيجي تقولك إيه؟ أنا بتضايق من خطيبي في السلوك الفلاني، وأنا بتضايق من خطيبي في الأمر الفلاني، وبعدين اتكلمت معاه وبعدين الكلام وصل لزعل والنقاش وخناق، فأنا قررت أن أنا أقفل الحوار. طب انت قررت تقفلي الحوار على اي اساس؟ نتعدل وفاهم وهنزعل وهنخسر بعض، ماشي. يعني هو الفكره ان انا ما نخسرش بعض، ولا الفكره ان احنا نوصل لحل وطريقه حوار واسلوب حوار معين عشان بعد كده في الزواج ما تعرضش للخيبه الكبيره اللي احنا ده بتطلق بعد شهر جواز، ده مش عايزه تخلف، والمشكله جت انا مش هخلف، ما تجبرنيش ان انا احمل لان انا مش مستقره معاك نفسيا. طيب سؤال، انت دلوقتي في مشكله حقيقيه بينك وبين خطيبك، وفي عدم توافق ما بين فكره معينه عندك وفكره معينه عنده، لازم نقعد نشوف الحل فيه. طيب حاجه تانية، دلوقتي انا رحت مع بيته ومع اهله، وبعدين اهله بيتكلموا باسلوب معين لا يناسبني، عرفت الناس الطريقه والاسلوب اللي المفروض انك انت تتعاملي بيها، لا تكبر، اسمعوني، ده لا تكبر ولا تعالي ولا الكلام ده منع للمشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده في الزواج. من فضلك لازم تنتبه النقطة دي، لان هتيجي مثلا تيجي تقولك ايه ما هو مش عارفين، وتيجي اهل الزوج دي واحدة متكبرة علينا على طول، عاملة مشاكل ولا هي فاهمانا ولا احنا فاهمينها ولا يا جماعة انا متربية في بيت اهلي بواحد اتنين تلاتة، وانتوا عندكوا واحد اتنين تلاتة، طب تيجي نقرب تلاتة لتلاتة ينفع ما ينفعش، يبقى على الاقل خطوة خطوة لهم يلزموكي. ما بتكلمش على فكره لمعاملات عاليه، انا بتكلم حتى المعاملات الاجتماعيه العاديه. يعني الاقي طلاق وفي يعني طفل وحامل في طفل وبتطلق علشان خاطر اهل زوجها مش فاهمينها في امره، معاك ما وضحتيش ليه ان الامر ده بيضايقك وتقعد تعيط؟ طب ما قلتيش لزوجك ليه ان الطريقه دي ما انا مش عايزاها؟ اطلي ما حصل في الخطوبه، هي دي النقطه بقى. بالله عليك ما احنا بنيجي نتكلم ونقول اكتبوا الاتفاقات اللي بينك وبين زوجي، اكتبوا الاتفاقات اللي بينك وبين بعض على ورق، عشان لما تيجي احنا ما يحصل موقف فلاني وجهة نظره ايه ما توضحي. انا يا جماعة بحب اتعامل بالطريقة الفلانية، ده رقم اتنين. النقطة برضو المهمة نقطة معلش يعني انا والله يعني ما عايزة اتكلم فيها بس يعني كتير، بس من فضلك ولو سمحتي اما تلاقي خطيبك يعني بيبذل كل جهده علشان يسعدك، وده قدره ودي استطاعته وشاب مجتهد وكذا، ليه تقللي من قيمه اللي هو بيعمله؟ وليه تستصغري؟ معلش يعني انت لو ليكي مستوى يا بنتي مادي واجتماعي معين وافقتي بيه من البدايه ليه؟ اصله كويس وعقليا اوكي عقليا وبوزيشن، بس مش دلوقتي، بس انا طب هو اجتهد جاب لك الحاجه الفلانيه ولا وداكي خروجه في مكان فلاني، ليه تتنمر؟ يعني مش عايزه اقول تنمر، ولكن يعني سخريه من القيمه ومن القدر، وانت ليه ما بالراحه على الشباب يا ستي؟ ده اللي بيجي يخطب دلوقتي ولا بيعمل ده بطل من الابطال في ظل هذه الغلاء الاقتصادي الرهيب، ده بطل، انا بسميه بطل، وراجل محترم انه دخل بيت. يعني مفيش ده، ما انتش عاجبك من البدايه، انا مع بس في الخطوبه انا مع مفيش ارتياح، وما انتش شايفه خطيبك هو ده امله الدنيا ما تكمليش، وانت لو انت مش شايفها انت نور عينها وهي شايفاك امله الدنيا والاخره ما تكملش. يعني معلش احنا بنتجوز علشان نرتاح ونسعد بعض، بنتجوز عشان نبقى في حياه اسريه فيها سكينه وراحه وحاجه حلوه، ما تمش الامر ده ها ولم يتحقق، ايه الهدف بقى من الزواج؟ هنقعد مستقلين بعض ونسخر من بعض ونقلل قيمه بعض ونقلل قيمه ايه ده انا ابويا جايب لي ليه كده بس؟ يعني حرام ان احنا نقلل جهد واحد بيبذل طاقته. في فرق، خلي بالك، تعالي، في فرق ما بين البخيل، ادفعي ما معيش، اصل الكريدي مش شغال اصل، لا يعني في فرق من اللي بيعمل كده، وفي فرق اللي بيجهد ودي استطاعته، ما وديكيش واو المكان الفلاني وما عملش واو المكان العلاني، ده قدر استطاعته يا بنتي. انت زعلانه ليه؟ يعني انا عايزه اعرف انت زعلانه ليه؟ ما انتش قادره ونفسيتك جايبه على نفسك قوي كده وعصر على نفسك ليمونه، لا حبيبتي ما تعصريش على نفسك ليمونه، انا عايزه الولد ده اللي جاي وتعب ودخل بيت واجتهد علشان يخطب فلانه، انا عايزاه مبسوط، انا عايزاه يبقى سعيد في خطوبته. تتعسيه ليه ويبكي ويقول والله يا دكتوره مش 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 معايا، مش مقدرتي، ان انا عارف ان هي كذا، بس انا حبيبها وهي طيبه، بس هي على ما هيش شايفاك نجم ومش شايفاك البرنس البرانيس، الف سلامه. ودي قاعدة على فكرة احفظوها، يا مع السلامة، هنعمل ايه يعني؟
لكن ان احنا نقهر الشباب كده. طيب من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. معانا دين ومعانا خلق بيثبت هذا الدين، يعني ما ينفعش الاثنين. فاذا كان هو موجود واحنا صبرنا عليه مره ونساعده والاهل ما يتكلفوش عليه والاهل ما يتعب، خلاص. النقطه الثالثه، الحاجه القويه قوي يا دكتوره اللي بشوفها في قلب خطيبتي واسيبها او ما اكملش معاها، كذب، بتكذب، او الاخلاق فيها نوع من انواع ما لهاش حل مع الله سبحانه وتعالى. لكن في ناس بتبقى قليله في الامر، بس ساعه ما تذكريها بالله تذكر اعمل حاضر، لا نقوم، ايه المشكله نصلي فجر، كذا. لو ربنا ملوش قيمه وقدر عندها، مش هيبقى انت ليك قيمه وقدر عندها، لان اللي اعظم منك ما هوش مقدر في القلب. وانت نفس الكلام تقول لي كذاب، لا الكذابه لا. بصوا، يسرق والعقوب، الاثنين لهم عقوبه، حاجه عجيبه جدا. يعني ليه في القران اللي يعمل كذا؟ لان ممكن المؤمن يحصل منه كده ويرتفع عنه ثوب الايمان وبعدين يتوب فيرجع تاني، لكن مفيش عقوبه للكاذب. ليه؟ لان المؤمن لا يكذب ابدا. الكذب يهد بيوت، الكذب يهد بلاد، الكذب يهد حضارات، الكذب يوقع اسر ويحصل فيهم طار. فلا، لقيت وتاكدت من حاجه زي كده ما تكملش. تاكدتي من حاجه زي كده، مش يقول لك اصله فرياجي، اصله ايه كلامانجي، اصله لا بيقول كلام لا، ده اسمه بيفشر، ما ده كذب، يعني ما ده كذب صريح. فانا ما انصحش بحاجه زي كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. استخيروا يا جماعه، واقعدوا كده مع 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 مره واثنين وثلاثه مع ربنا، قولوا رب انا يا رب حطيت يعني حياتي المقبله بين ايديك يا رب، يا رب انا رميت تكالي عليك يا رب، اجعله. ولو في حاجه بيني يا رب واشرح صدر هذا الامر يا جماعه عشان خاطري. لكن نيجي ونبقى شايفين في الخطوبه الامر ده، تيجي تندمي بعديها تقول طب ما انت كنت شايفه في الخطوبه. اوعي بقى تلومي حد، وحذرناكي مره واثنين وثلاثه، وحذرناك مره واثنين وثلاثه، وانت اللي حبيت تكمل. لازم تبقى شايف خطيبتك افضل شيء، ولازم تبقى شايفه خطيبك ده افضل شيء في الدنيا. لكن ما تحققش الامر ده يبقى خلاص، ايه لازمتها؟ مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، لما بلاقي فرصه اطلع لكم بس بطلع لكم. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا. اللهم امين. طبعا ليله الجمعه لا تقدس في قلبي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم بيها الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. من دلوقتي نبتدي بقى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نوعه كده 1000 2000 10000 يعني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بس استشعروا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم امين يا رب. اللهم ارزقنا يا رب شفاعته، واجعلنا لسنته من المتبعين ومن المحيين، ولا تجعلنا يا مولانا من المبتدعين، اللهم امين. تنسوناش في الدعوات بقى كده، نتقابل كلنا كده في الجنه، اللهم امين. الرسول السلام يبقى هو يعني ايه كده المحاضر في الجلسة بتاعتنا، اللهم امين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.